قالت وكالة أسوشيتد بريس إن عددا من الذين اعتقلتهم السلطات السعودية ارتفع إلى 12 شخصا بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية في حملة جديدة من الاعتقالات شملت ناشطين مدافعين عن حقوق المرأة ومنهم على علاقة بناشطين معتقلين وفق ما أفاد مصدر مقرب من هؤلاء. وشملت الاعتقالات محامين وكتابا يدعمون إصلاحات اجتماعية كان معظمهم على صلة بمجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة تجري محاكمتهن حاليا. وتضم مجموعة المعتقلين امرأة حاملا وأحد عشر رجلا منهم الكاتب والطبيب بدر إبراهيم وصلاح حيدر نجل الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة عزيزة اليوسف والتي أطلق سراحها أخيرا بشروط. وقد اعتقل معظم هؤلاء من منازلهم في الرياض وشخص واحد في مدينة الدمام. في هذا السياق قالت منظمة العفو الدولية أن اعتقال السلطات السعودية عددا من الأشخاص بينهم ناشطون وصحفيون وكتاب يأتي ضمن حملة قمع مستمرة. وأشارت إلى أن السلطات السعودية تستهدف دون خجل من يمثلون الفئة المثقفة والنشيطة من المجتمع لأنها تريد أن تبعث برسالة للشعب أنها لن تسمح بأي انتقاد كيفما كان. وعبرت المنظمة عن قلقها العميق بشأن مصير المعتقلين وطلبت السلطات السعودية بالكشف عن مكان اعتقالهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب والسماح لهم بالحصول على مساعدة محامين والاتصال بأقاربهم. كما طلبت السلطات السعودية بالكشف عن التهم الموجهة إليهم وقالت إن اعتقالهم كان بسبب مواقفهم السلمية ولذلك يجب الإفراج عنهم فورا ودون شروط. ينضم لنا عبر سكايب من واشنطن محمد المنشاوي الباحث السياسي، كما ينضم لنا عبر سكايب من دبلن الناشط والمعارض السعودي عبد العزيز المؤيد. أهلا بكم معنا. وأبدأ معك سيد عبد العزيز، برأيك لماذا هذه الاعتقالات الجديدة بعد أيام قليلة من الإفراج عن ثلاث من الناشطات السعوديات؟ طبعا هناك اضطراب لدى الحكومة السعودية أو عدم اتزان في التعامل مع هذا الملف، فالضغوط الدولية من ناحية تؤثر على السعودية للإفراج ولتخفيف الضغط، وبالمقابل هناك خوف وهو السبب في الاعتقالات الأولى، حيث لا تريد الحكومة أن يحس الناشطين أن لهم أي دور في أو للمجتمع المدني أي دور في تغيير السياسات. فنجد أن هذا عدم التوازن هو سمة مميزة للسياسة السعودية بشكلها الجديد. نرى الاعتقال والتشدد ثم محاولة إظهار الخطاب بأن السعودية دولة تبحث عن الحقوق أو دولة أو الإدارة الجديدة تدافع عن الحقوق. هذا ما نشهده في يعني إطلاق عزيزة اليوسف ثم الاعتقال ابنها بعد هذا بكم يوم. هذه تصرفات لا يمكن تفسيرها بأن هذه إدارة تبحث عن العدالة أو تريد إحقاق العدالة بأي شكل. بالتأكيد إدارة محمد بن سلمان تريد تخويف المجتمع الداخلي، تريد التأكيد على أنه لا أهمية أو لا صوت في السعودية غير صوت هذه الإدارة، وأن كل صوت يكون يقاوم أو يكون له حضور سيتم اعتقاله. لنلاحظ أنه من الأشخاص المعتقلين في هذه المرة هم خيرة يعني عقول ممتازة وخيرة شباب هذا الوطن، بعضهم متوقف حتى عن الحديث بالسياسة والنشاط السياسي من سنين، يعني ليس لهم علاقة بالمشهد العام الآن، لكن تجري اعتقالات يعني بدون أي مسوغات أو بدون أي سبب واضح. تكلم يعني الواشنطن بوست تكلمت عن أنها وسيلة الإدارة في أن تقول أنه نحن لا نخضع للضغوطات، لكن المشهد بشكل عام هو مربك، ولا أتصور حتى أن الإدارة تتصرف يعني لها استراتيجية طويلة أو كذا، هي مجرد ردات أفعال ولحظات تكون غاضبة من محمد بن سلمان أو من هم من حوله. يعني العدالة ليس لها علاقة بما يجري، طيب. المحاكم ليست لها علاقة، وكل ما يجري هو تنفيذ إرادة شخص أو عدة أشخاص في الإدارة العليا عندنا. طبعا السيد عبد العزيز، وقبل أن أعود للسيد محمد المنشاوي، نتوقف مشاهدينا مع ما نشرته واشنطن بوست حيث قالت إن مواصلة ولي العهد السعودي لمواصلة ولي العهد السعودي
أفعاله المستفزة تجعل الرئيس دونالد ترامب يبدو ضعيفا وخجولا. وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها أن محمد بن سلمان أرسل رسالة لا لبس فيها للجميع بأنه لن يتأثر برد الفعل الدولي الغاضب على معاملته نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المعارضين. وأضافت: فمع استمرار محاكمة 11 شخصا من النشطاء، اعتقلت القوات السعودية 12 شخصا آخرين بينهم مواطنان أمريكيان، وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا بأنه استفزاز متعمد. الصحيفة رأت أن ولي العهد يريد أن يقول للعالم والكونغرس الأمريكي خصوصا أن الاعتراضات على مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتعذيب النساء لن تجد عنده سوى الأذن الصماء. وربما كان سبب ذلك غياب الموقف من ترامب وربما دعمه له. واشنطن بوست أيضا أكدت أن محمد بن سلمان لم يتحمل أي شيء عن انتهاكه لحقوق الإنسان، رغم أن عملياته القمعية تتجاوز أي مرحلة من مراحل القمع في السعودية منذ عقود. وتختم بالقول إن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وكما فعل في حالة خاشقجي، فإنه بتصرفاته يجعل رئيس الولايات المتحدة يبدو خجولا وضعيفا. سيد محمد المنشاوي، هل تتفق مع ما نشرته واشنطن بوست أن تصرفات محمد بن سلمان ربما تضع ترامب في موقف محرج وتجعله ضعيفا وخجولا؟ ليس بالضرورة، نحن أمام رئيس أمريكي لا يكترث بقضايا حقوق الإنسان والحريات حول العالم، هو ذكر ذلك في عدة مناسبات. لكن الجديد فيما جرى في السعودية هو اعتقال مواطنين من مزدوج الجنسية من لديهم جنسية أمريكية أيضا، وهذا يحرج الرئيس ويحرج الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية. لكن لتبرير هذا الموقف الغريب من المملكة السعودية، هو قد يكون موقف تقليدي من أي ديكتاتوريات تريد أن تجمع لديها كروت للضغط أو للمساومة إذا ما تعرضت للضغط من القوى الدولية والولايات المتحدة في هذه الحالة. فاليوم هي لديها معتقلين أمريكيين الجنسية، وتستطيع إذا ضغط الرئيس ترامب أو البيت الأبيض بسبب معتقلي الرأي في المملكة، يستطيع أن يقول لهم سنفرج عن الأمريكيين ولا تتحدثوا عن البقية من المواطنين السعوديين. هو أسلوب مبتذ جدا وابتزازي استعمله عدة ديكتاتوريات حول العالم، وللأسف ينجح، لأن الولايات المتحدة في هذه الحالة ستكترث وتهتم فقط بمواطنيها وإطلاق سراحهم، ولن تكترث ولن تهتم ببقية المعتقلين من الجنسية السعودية. لكن نيويورك تايمز سيد محمد ذكرت أن اعتقالات السعودية الأخيرة ستزيد من حالة الغضب ضد ولي العهد السعودي في واشنطن. السؤال: ماذا بعد الغضب؟ للأسف ليس هناك الكثير في هذا الموضوع. الغضب مستمر منذ جريمة مقتل جمال خاشقجي قبل 6 أشهر في الولايات المتحدة في قنصلية بلاده في إسطنبول. الكونغرس فعل الكثير ضد المملكة العربية السعودية وطلب بتحقيقات وطلب بفرض عقوبات، لكن الصوت الأعلى في صنع السياسة الخارجية للأسف هو الرئيس الأمريكي، الذي يبدو أن هناك ما لا نعلمه عن علاقته الخاصة جدا بالنظام السعودي ومحمد بن سلمان. وربما أيضا يكون البيت الأبيض وترامب شخصيا يريد أن يبتز محمد بن سلمان عن طريق عدم الضغط عليه في قضية جمال خاشقجي، والاكتفاء للكونغرس بالضغط من أجل ابتزازه فيما يتعلق بملفين هامين جدا لواشنطن: ملف الناتو العربي والموقف من إيران، أن تتشدد أكثر السعودية وأن ترسل بعض الجنود إلى سوريا كما ذكرت تقارير إخبارية، وموضوع صفقة القرن، أن تضغط المملكة العربية السعودية على الفلسطينيين وعلى الجانب العربي للقبول بتصفية القضية، وأن توفر تعويضات اقتصادية أو مساعدات للفلسطينيين، وهو يعتقد أن إغداق المليارات بالدولارات على الفلسطينيين كفيل بأن ينسيهم حقوقهم المشروعة. وأعتقد أن لذلك السبب ترامب حتى الآن لم يعترف بمسؤولية ولي العهد عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ويريد أن يستمر في ابتزاز محمد بن سلمان كي يؤيد مواقف الولايات المتحدة في القضايا الهامة لواشنطن ولترامب ولقاعدة الانتخابية من الإيفانجيليكال المتشددين، وهناك انتخابات قادمة له وهو يهتم بها، ويريد أن يلعب بن سلمان والسعودية دورا هاما في قضية القرن وتصفية القضية الفلسطينية وموضوع النتو العربي. طب ابقى معنا سيد محمد.
كشفت صحيفة آرتس الإسرائيلية أن كل من السعودية والإمارات تتقاسم بشكل دائم مع إسرائيل الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بالمخاطر الأمنية القادمة من طرف إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استنفر للدفاع عن محمد بن سلمان في أعقاب اغتيال خاشقجي، مبينة أن نتنياهو يراهن على دور الرياض في إنجاح استراتيجية إدارة ترامب في عزل إيران. وقالت الصحيفة إن التقاء المصالح السعودية الإسرائيلية أسفر عن تشكل واحد من أهم المحاور الإقليمية في الشرق الأوسط على الرغم من أنه لا يتم الحديث عنه بتوسع، مشيرة إلى أن منظومة العلاقات التي تربط الرياض بتل أبيب بالغة الحساسية. هارتس ذكرت أن أحد أبرز مظاهر التقارب بين إسرائيل والسعودية يتمثل في التعاون الاستخباري الذي بات يربط تل أبيب والرياض، مشيرة إلى أن رئيس الموساد يوسي كوهين عقد لقاءات مع قادة أمنيين سعوديين عدة مرات. وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإسرائيل تطورت إلى حد التنسيق السياسي الذي تمثل بشكل خاص في الاتصالات التي أجريت بين الجانبين في أعقاب الاتفاق على تسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية. أعود إليك سيد عبد العزيز، يعني ما كشف عنه هذه الصحيفة الإسرائيلية عن العلاقة السعودية الإسرائيلية والتعاون في الملف الأمني والاستخباراتي، بتقديرك أين ذهبت هذه العلاقات وما هي أهم الملفات التي تطرح بين الجانبين للنقاش؟ طبعا احنا راينا ان الجريده السعوديه اللي هي سبق استضافت مسؤول كبير في الجيش الاسرائيلي، ايضا راينا الفريق المتقاعد انور عشقي ذهب لزياره اسرائيل، والفيصل ايضا كان له اتصال مباشر وواضح مع الجهات الاسرائيليه. طبعا لا يخفى على الجميع ان الرياضه يعني ليست ساحه حره لكي يطبق كل واحد ويتواصل مع الدوره التي يريدها، فمثلا لو جينا للدول تم اتهامها انها لأنها طلبت وظيفة في اليو إن بالخيانة. أيضا أنا متأكد لا تستطيع الآن جريدة سعودية أن تستضيف مثلا عسكري قطري على سبيل المثال. فهذه العلاقات يعني للعارفين تبدو أنها واضحة لا خلاف في ذلك. والسعودية علاقاتها الخارجية وأيضا مثلا علاقاتها حتى في الأسلحة في طريقة شرائح الأسلحة وطريقة هذا هي تخدم الأسرة المالكة فقط. فهذه لا تمثل الشعب السعودي ولا تمثل مصلحة المملكة العربية السعودية، هي فقط تمثل حتى دائرة ضيقة من الأسرة الحاكمة وهي تمثل محمد بن سلمان ومن هو حوله. فمن غير يعني ليس مستغربا أن تزيد هذه العلاقات وترتفع بناء على المصلحة المشتركة بين إسرائيل والرياض أو تل أبيب والرياض. أيضا يجب أن نلاحظ هنا بالرغم من أن النظام الإيراني هو نظام لديه مشاكل في حقوق الإنسان ولديه مشاكل كثيرة ونحن نحيي جميع الناشطين الذين يقفون ضد هذا النظام، ولكن نقول أنه ليس من شأننا كسعوديين أن نكون مخلب القتل نحارب إيران نيابة عن أمريكا وعن إسرائيل، هذا ليس دورنا وليس شأننا. شكرا. الحقيقة أن الشعب الإيراني والشعب السعودي ليس بينهم عداء أو لهم مصلحة في عداء من هذا النوع. وأن هذا يخدم. نعم. الناشط المعارض السعودي عبد العزيز المايد، اشكرك شكرا جزيلا وعذرا لضيق الوقت. سيد محمد المنشاوي، طبقا لتحليل الصحيفه فان رغبه اسرائيل في الابقاء على ولي العهد السعودي جعلت نتنياهو من اشد المدافعين عن محمد بن سلمان في قضيه اغتيال خاشقجي، لماذا برايك؟ اعتقد ان اسرائيل تخطط استراتيجيا في القاده العرب، واذا رات ان هناك قائد عربي يتفهم الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية كما حدث في الحالة المصرية وهنا الحالة السعودية، يتم دعم هذا القائد أو الزعيم أو المرشح الرئاسي أو الملكي في واشنطن. وكما كان هناك لوبي إسرائيلي مؤيد للرئيس المصري عندما جاء الحكم، هناك أيضا لوبي إسرائيلي هنا في واشنطن ممثل في عدة منظمات تتحدث إيجابا عن ولي العهد السعودي وتتجنب إثارة قضايا حقوق الإنسان أو قضية اغتيال جمال خاشقجي بالطريقة التي جرت بها.
هم يركزون على أن محمد بن سلمان سمح للنساء بالقيادة، وهناك انفتاح اجتماعي وترفيهي في المملكة السعودية، وأنه رجل مصلح ويحب الفن والفنانين ويقيم حفلات غنائية وما على ذلك. لكن كما ذكرت هو تخطيط استراتيجي لحاكم يعتقدون أنه يستطيع أن يخدم المصالح الاستراتيجية لولاياتهم للمنطقة عن طريق لعبه دور، وهو إذا أصبح ملكا أو حتى ولي العهد له دور، هو يمثل المملكة السعودية دولة مهمة إسلاميا وعربيا وجغرافيا، ويستطيع أن يضغط على الفلسطينيين سياسيا وماليا للأسف، ويمكن أيضا أن يلعب دور تجاه العداء الأمريكي الإسرائيلي لإيران، والتطبيع قد يكون يحدث في قنوات خلفية في الشرق الأوسط سواء في إسرائيل أو في السعودية، لكن التطبيع بدأ هنا في واشنطن، وأعتقد أنها ساحة مفتوحة الآن للتواصل بين إسرائيل من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر. شكرا جزيلا الباحث السياسي محمد المنشاوي، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. المساء مستمر مشاهدينا، وبعد فاصل باقي في قراءتنا وفيها. الجزيرة مباشر ترصد معاناة المصريين المعارضين للنظام بالخارج في ظل مخاوفهم من الترحيل. اليمن، حوارات في دول عربية وأجنبية.